واليوم هؤلاء اللي ينتسبون للجماعات من خالفهم قدحوا في عرضه، اليوم هذا قدحوا في عرضه واتهموه بالمداهنة للحكام، واتهموه بالتزلف، واتهموا بكذا، وشوهوا السلفية وزعموا أنها هي التي تخرج الخوارج عقيدة أهل السنة والجماعة، كذبوا عليه ومنهج أئمة الدعوة النجدية كذبوا عليه، وزعموا أن هذا هو الذي يفرخ الخوارج وكذا، وهم هم الخوارج، لكن ليشغلوا الحكومات عنهم وليفتنوا عامة المسلمين بالدعاة إلى الحق حتى يصدوا عنهم ولا يسمعوا منهم إلى غير ذلك من الحيل، ولكل قوم وارث. فهذا النفاق